بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أخذنا مدخل أو التعريف بهذا الذي ندرس، يعني هذا الكتاب الذي ندرس. قلنا أننا ندرس الأسئلة التي يسأل عنها الإنسان بعد موته. يسأل في قبر من ربك؟ وما دينك؟ ما هو الدين الإسلامي؟ ومن نبيك؟ من هو؟ فلا بد أن نعرف الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة. نعم، أخذنا أيضا أسئلة خمسة قبل أن نبدأ بالدراسة. أهمية دراسة هذا العلم، أي علم التوحيد الذي يدخل به الإنسان إلى الإسلام. نعم، وأيضا أهمية دراسة هذا الكتاب، وما هي هذه الأصول الثلاثة أو الأسئلة الثلاثة أخذناها، ما هي؟ نعم، وما هي الثمرة والنتيجة والفائدة من الدراسة؟ وأخذنا محتوى الكتاب وفهرسة الكتاب. أيضا أخذنا المسائل الأربع، وقلنا المسائل الأربع هي جمعت في سورة العصر. أن لابد أن نتعلم أولا، المسلم لابد يتعلم أولا، فإذا تعلمنا نعمل لابد. وإذا تعلمنا ثم عملنا بعد هذا ندعو لهذا الذي تعلمنا ثم عملنا به. ثم بعد هذا لابد من الصبر، من حبس النفس على التعلم والعمل والدعوة. نعم، هذا ما أخذنا. الآن نأخذ مسائل ثلاثة غير الأصول الثلاثة، غير أسئلة القبر. نعم، المسألة الأولى، قبل أن نبدأ في هذه المسألة الأولى والثانية والثالثة نريد أن نعرف التوحيد. ما هو التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى، يعني لا يمكن أن يشارك الله أحد، يعني يكون هو المنفرد فقط سبحانه وتعالى. نعم، توحيدنا على شيء كثيرين حمّيّاً الله نوحد الله، نفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. إذن التوحيد أنواع ثلاثة. النوع الأول يسمى توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. الآن نشرح. الأول توحيد الربوبية. توحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله سبحانه وتعالى، بما يختص به الله سبحانه وتعالى
من أفعال. 첫 번째는 그 왜 아브라함께서 그 하면 밖에 없는지. الآن الخلق لا أحد يستطيع يخلق من العدم إلا الله سبحانه وتعالى. إذا هذا من توحيد الربوبية. 알라께서 توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، ومن أفعال الله سبحانه وتعالى الذي لا يمكن يشارك في أحد الخلق من العدم. من الذي يقدر يخلق من العدم؟ الله سبحانه وتعالى. فمن أنواع توحيد الربوبية إفراد الله بالخلق. نعم. توحيد الربوبية الله만 우리 인간들 그리우시고 이런 걸 다 만들 수 있어서 من الذي يخلق من العدم؟ الله سبحانه وتعالى. هل يستطيع أحد أن يخلق من العدم غير الله سبحانه وتعالى؟ لا. إذن هذا من توحيد الربوبية. كذلك الله سبحانه وتعالى هو الملك، ملك تام، لأن ملك ملوك الدنيا ملك ناقص، وملك الله سبحانه وتعالى ملك تام. نعم. من الذي يرزقنا؟ الله سبحانه وتعالى. إذا أفعال الله سبحانه وتعالى هذا هو توحيد الربوبية. نعم. من الذي يرزقنا؟ الرزق بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. إذن هذا من توحيد الربوبية. إذن هذا هو النوع الأول من التوحيد، يسمى توحيد الربوبية، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. 네, 그리고 이 더비드 루비아는 그 알라께서 네, 그 알라께서 할 수 있는 것을 더비드 루비아라고 합니다. الثاني يسمى توحيد الألوهية. 두 번째는 더비드 루비아. معنى أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يمكن أن نصرف أي عبادة لغير الله، كل العبادات لله، هذا توحيد الربوبية الألوهية. 더비드 루비아는 그 알라한테만 예배를 하는 알라만. نعم. هل يمكن أن نصلي لغير الله؟ الله يعرف ما تيجي من لا. هل يمكن أن نصوم لغير الله؟ الله ترك رمضان يصوم. نحج لغير الله؟ حج لغير الله ما تيجي. كل العبادات لله سبحانه وتعالى. كلها يبي كلها الله يصوم الله تمام. ندعو غير الله؟ العبادات كلها لله. العبادات كلها لله. إذا نحن لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. إذا هذا يسمى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. إفراد الله سبحانه وتعالى بكل العبادات. فالذي يصرف عبادة واحدة لغير الله هذا أشرك، هذا لم يفرد الله بتوحيد الألوهية. نعم. نعم. النوع الثالث من أنواع التوحيد يسمى توحيد الأسماء والصفات. الله سبحانه وتعالى كامل الصفات. له أسماء وله صفات، لكن هذه الأسماء والصفات ليست كصفات الخلق. وصف. نعم. نثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات،
كل ما أثبت الله لنفسه، الله من أسمائه الله.